السلام عليكم. وصلنا إلى الجزء الأخير من الفصل السادس من منهج نظم التشغيل الأكاديمي، وبعدما أكملنا الحديث عن كل خوارزميات الجدولة في يعني مختلف نظم التشغيل، تحدثنا عنها في البداية بشكل عام، بعد ذلك تحدثنا عن أمثلة في نظم تشغيل لينكس وويندوز وسولاريس. يأتي هنا السؤال الأهم، اللي هو يعني كيفية تقييم هذه الخوارزميات. يعني تحدثنا عن الكثير، يعني أكثر من 10 خوارزميات مختلفة، إلا أنه كيف نستطيع اختيار خوارزمية الجدولة المناسبة لنظام تشغيل معين؟ طبعا هذا السؤال راح يكون يعني مهم اكثر بالنسبه للباحثين، يعني جماعه البحث العلمي الماجستير او الدكتوراه، وكذلك ايضا مهم بالنسبه لمبرمجي نظم تشغيل او المهتمين بهذا المجال، لكي يعرفوا كيفيه برمجه يعني الخوارزميه المناسبه للنظام المناسب، او اختيار الخوارزميه المناسبه لنظام تشغيل مناسب اذا كانوا يفكرون في بناء نظام تشغيل خاص بهم. طبعا في البدايه يجب ان نحدد ما هي المعايير التي تحدد ما هي الخوارزميه الافضل، بعد ذلك نقوم بتقييم هذه الخوارزميات استنادا الى هذه المعايير. هناك الكثير من الطرق لعمل ذلك. الطريقة الأساسية أو البديهية هي ما تسمى بالديترمينستيك موديلينج، اللي هي النموذجية المحسوبة. يعني طبعا هي تعتبر نوع من أنواع الاناليتيكال ايفالويشن، اللي هو التقييم التحليلي، أنه نحلل أداء الخوارزمية وعلى هذا الأساس نستطيع معرفة ما هي الخوارزمية الأفضل. ببساطة يعني أو بشكل بديهي، نستطيع أخذ مجموعة معينة من البري ديترمايند ورك لود، يعني مجموعة معينة من المهمات، ثم نقوم بتعريف يعني او حساب الاداء لكل واحده من هذه الخوارزميات ونقارن فيما بينها، مثل اللي سويناه يعني في الامثله في هذا الفصل. يعني ناخذ مثلا 5 عمليات وصلت كلها في الزمن صفر P1 2 3 4 5، وكل واحده من لها زمن التنفيذ هذا. بعد ذلك نقوم لكل واحده من الخوارزميات نقوم بحساب المينيمم افريج ويتنج تايم، يعني نقوم بحساب اقل معدل زمن انتظار. طبعا هذه يعني هنا نقوم يعني مثل ما ذكرنا سابقا، نقوم برسم الجانت شارت لكل واحدة من هذه العمليات، مثلا فيرست كم فيرست سيرفد، شورتست جوب فيرست، راوند روبن، ونقوم بحساب الافرج ويتنج تايم 28 ملي سكند، 13 ملي سكند، 23 ملي سكند. فهنا بشكل بديهي نقدر نعرف انه هذه الخوارزميه اللي هي النون بريمتيف شورتست جوب فيرست هي الافضل بين هذه الخوارزميات. هذه الطريقه طبعا تعتبر هي بسيطه وسريعه، إلا أنها تحتاج يعني أرقام دقيقة، يعني يجب أن نعرف أنه كل عملية فعلا ما هو يعني الزمن المستغرق لتنفيذها، وهذا الشيء طبعا في بعض الأحيان يكون من الصعب الحصول على أرقام دقيقة 100%. كذلك applies only to these inputs to those inputs، يعني هذا الشيء أيضا مهم بالنسبة لجماعة البحث العلمي. هذه الأرقام إذا أخذنا أرقام معينة وعمليات معينة، مهما كان هذا النموذج كبير أو صغير، إلا أنه النتائج التي نستخرجها من هذا الموضوع هي راح تكون قابلة للتطبيق فقط على هذه الأرقام. يعني ربما إذا غيرنا الأرقام، يعني زمن تنفيذ كل واحدة من العمليات أو زمن وصول العمليات إذا لم يكن صفر، فلن تكون النتائج نفسها، وبالتالي يعني لا نستطيع التعميم، لا نستطيع أن نقول بأنه الشورتست جوب فيرست هي الأفضل لأنه هي ظهرت أنه هي الأفضل في هذا المثال البسيط. فبالتالي هذه الطريقة اللي تعتبر هي طريقة محدودة. الطريقة الأفضل معناتها اللي هو الكيوينج مودلز، اللي هو نماذج الطوابير. يعني describes the arrival of processes the CPU input output bursts probabilistically. يعني هنا نقوم بدل انه نمتلك ارقام ثابته نقوم بالحساب على اساسها، نقوم بتعريف زمن وصول العمليات وزمن التنفيذ في داخل المعالج وزمن التنفيذ ل يعني نقل بيانات لاجهزه الادخال والاخراج، كلها يتم تعريفها بطريقه يعني probabilistically، يعني احتماليه. طبعا commonly exponential and described by means، يعني هنا لانه راح نعرف كل واحده من، يعني احتماليه وصول العمليات في وقت معين هي كذا، احتماليه زمن التنفيذ في داخل المعالج كذا، احتماليه زمن نقل البيانات ما بين اجهزه الادخال والاخراج والمعالج هي كذا. فهذه طبعا راح تكون هي دائما exponential، يعني كبيره جدا، الا انه يتم وصفها باستخدام المين اللي هو المعدل. اذا كان لدينا قيم كبيره جدا ناخذ المعدل بها، يعني لكي نستطيع معرفه التوجه او الـ يعني الاورينتيشن الخاص بها. كومبيوتس افريج ثروبوت يوتيلايزيشن ويتنج تايم الى اخره. نستطيع ايضا حساب الثروبوت اللي هو عدد العمليات التي يتم تنفيذها في الثانيه الواحده، استغلال المعالج وهل هو فعلا تم استغلاله بشكل امثل او لا، زمن الانتظار لكل واحده من العمليات، ايضا يتم حساب هذه الامور كلها بالاعتماد على الاحتماليات. كمبيوتر سيستم ديسكرايبس ايضا الطريقه الثانيه اللي هي ايضا تعتبر من ضمن الكيو موديل، انه هنا يعني نقوم بوصف نظام الحاسوب على انه عباره عن شبكه من السيرفرات، شبكه من الخوادم، وكل واحده منهم يحتوي على طابور من العمليات التي تنتظر او العمليات المنتظره. راح نعرف الارايفل ريتس
عند سيرفيس ريتس، يعني نعرف معدلات وصول العمليات، يعني كل كم ثانية تصل عندنا عملية جديدة، وكذلك معدلات الخدمة، يعني سرعة تنفيذ هذه العمليات في داخل المعالج. بعد ذلك أيضا نستطيع حساب اليوتيلايزيشن، استغلال المعالج، والافريج كيو لينث، يعني طول الطابور أو معدل طول الطابور، معدل زمن الانتظار، وغيرها من العمليات الأخرى. وهذا أيضا يعني لها الكثير من التطبيقات. واحدة من الأمثلة على هذا الكيوينج موديلنج يعني ما يسمى بالليتلز فورمولا، اللي هو يعني معادلة ليتل. هنا يقول بأنه إذا كان عندنا معدل طول الطابور هو N، ومعدل زمن الانتظار في داخل الطابور هو W، ولامدا اللي هي معدل زمن أو معدل وصول العمليات إلى الطابور، فهنا يقول بأنه دائما في الستدي ستيت، في الحالة المستقرة، فإن عدد العمليات التي تغادر الطابور يجب أن يساوي عدد العمليات التي تصل إلى الطابور، أي أنه الآن يساوي لامدا في W. هذا الشيء يجب أن نحققه في كل لحظة من اللحظات لكي نضمن أنه النظام هو في حالة steady state، يعني لن يكون هناك تأخير طويل جدا. وهذه طبعا valid for any scheduling algorithm and arrival distribution، هذه صح تكون صحيحة لكل خوارزمية جدولة ولكل يعني توزيع لأزمان الوصول أو معدلات الوصول. كمثال، إذا كان لدينا كمعدل 7 عمليات تصل في الثانية الواحدة إلى الطابور، واللي هو هنا عندنا يعني معدل أو هنا اللي هو لامدا، وكان عندنا عادة 14 عملية في الطابور الواحد، أي أنه معدل طول الطابور هو 14، فراح يكون عندنا الـ average waiting time per process، يعني معدل زمن الانتظار لكل عملية الـ W راح يكون 2، لأنه راح يصير عندنا 14 تساوي لنا W في 7 اللي هي 2. وهكذا نستطيع، يعني هذه ممكن انه تستخدم لاجراء حسابات بسيطه او اسئله، يعني تعتبر مسائل فيها ارقام، لمعرفه ما هي القيمه التي نستطيع وضعها في هذه المعادله لكي نضمن حصول الستدي ستيت. السيميوليشن اللي هو الطريقه الثالثه، طبعا الكيوينج موديل از ليميتد، يعني هذه ايضا محدوده مو مقيده، لانه تعتمد على دقه البروبابيلتيز او دقه الاحتماليات اللي نستخدمها. سيميوليشن عاده تكون، او المحاكاه هي تكون عاده مور اكيوريت، اكثر دقه، هي عبارة عن programmed model of computer system، يعني عبارة عن نموذج مبرمج لنظام الحاسوب. نستطيع استخدام الساعة clock is available، gather statistics indicating algorithm performance، هنا نستطيع جمع إحصائيات كثيرة عن يعني الأمثلة اللي نستخدمها في داخل المحاكي. بعد ذلك هذا راح تعبر لنا بشكل أكثر دقة عن أداء الخوارزمية المعينة. Data to derive simulation gathered via، يعني هذه البيانات التي نستخدمها في المحاكاة يتم جمعها من خلال الطرق التالية. أما أنه عندنا random number generator، يعني مولد أرقام عشوائية يعتمد على probabilities، الاحتماليات اللي احنا عرفناها في البداية، أو distributions defined mathematically or empirically، توزيع البيانات، أكو عندنا ما تسمى بالبيل كيرف أو يعني normal distribution، random distribution، غيرها من أنواع التوزيع للبيانات، واللي أيضا يعني تكون أما رياضية أو تجريبية. Trace tapes record sequences of real events in the real systems، يعني بعض الأحيان أنه إذا كان لدينا سيرفر حقيقي قاعد يعمل، نقوم بتسجيل كل البيانات اللي هو عادة يسمى باللوج فايل، يعني يتم كل تسجيل كل الأشياء اللي تحصل في داخله. هذا راح يكون عبارة عن trace tape، شريط تتبع، وهذا طبعا يحتوي على real events، يعني أحداث حقيقية يمكن أنه نأخذها وبعد ذلك نقوم بإدخالها على محاكي لمعرفة أداء الخوارزميات المختلفة، يعني مثل ما هو موجود هنا مثلا، يعني هنا باستخدام trace tape. هنا إذا كان أكو عندنا actual process execution، عمليات حقيقية يتم تنفيذها في داخل معالج معين، وهنا أكو عندنا مثلا CPU input output، CPU input output، هنا نقوم بتسجيل كل هذه البيانات في ملف معين، ثم نقوم بأخذ هذا الملف وإدخاله على simulator. simulator راح يقوم بتطبيق خوارزمية first come first served مثلا على هذه البيانات، ثم خوارزمية shortest job first، وخوارزمية round robin، ثم يأخذ بعد ذلك يقوم بحساب ما هي الـ average waiting time أو الـ average turn around time أو بقية الحسابات الأخرى، لكي يقول لنا بأنه الخوارزمية X أفضل من الخوارزمية Y، أي واحدة من هذه الخوارزميات. هذه الطريقة راح تكون أكثر دقة من الطرق السابقة في التحليل أو في معرفة أو يعني تقييم الخوارزميات المختلفة. الـ implementation، نستطيع يعني كيف نستطيع تنفيذ هذا الشيء، تنفيذ الـ simulation. طبعا even simulation has a limited accuracy، حتى simulation يعني اللي تحدثنا عنه سابقا هو أيضا يحتوي على دقة محدودة، فبالتالي الخطوة الأبعد من أتها اللي هو أنه نقوم بتطبيق كل خوارزمياتنا على أنظمة حقيقية. Just implement a new scheduler and test in real systems، يعني فقط نقوم ببرمجة هذا المجدول الجديد، عندما نقوم ببرمجة أي خوارزمية جدولة جديدة نقوم ببرمجتها ووضعها في نظام حقيقي. طبعا هذه العملية راح تكون high cost، يعني مكلفة بشكل كبير، وhigh risk يعني خطيرة، يعني لأنه عادة
هذا الشيء لا يتوفر لأشخاص عاديين، وإنما فقط الناس على مستوى الشركات، يعني موظفين في مايكروسوفت مثلا اللي يعملون على ويندوز، أو الموظفين اللي يعملون على أنظمة تشغيل أخرى، هم اللي راح يكونون فقط قادرين على تطبيق خوارزمياتهم الجديدة على أنظمة حقيقية، وبالتالي هذه العملية تكون مكلفة وخطيرة بالنسبة للهواة أو الغير محترفين. And environments vary، يعني البيئة تختلف، يعني قد تكون الخوارزمية التي تقوم بتطبيقها على ويندوز غير مناسبة للينكس أو بالعكس. Most flexible schedulers can be modified per site or per system، يعني الكثير من المجدولات الموجودة في عالم اليوم هي تكون flexible مرنة، بحيث أنه يمكن تعديلها per site or per system، يعني في الموقع الواحد للسيرفر أو في النظام الواحد للحاسوب. Or API to modify priorities، أو يتم تزويد الأنظمة بـ Application Programming Interface، مكتبات من خلالها نستطيع التعديل على الأولويات. But again environment varies، يعني أيضا مرة أخرى البيئة التي يعمل في داخل هذه المجدولات تتغير، وبالتالي يعني لاحظ أنه كل الشركات المسؤولة أو كل المؤسسات المسؤولة عن صيانة أو إنتاج نظم تشغيل جديدة تقوم بطرح هذه الباتشز أو التحديثات بشكل مستمر، لأنه مثل ما ذكرنا بيئة العمل تختلف وتظهر بشكل مستمر أنواع جديدة من العمليات، وبالتالي فإن تعديل الأولويات وتعديل خوارزميات الجدولة يجب أن يكون بشكل مستمر. هذا هو كل ما يخص الفصل السادس، نعتذر عن الإطالة والتأخير، وانتظرونا في الفصول القادمة إن شاء الله. شكرا جزيلا ومع السلامة.